صباحو، اهلا وسهلا على القناة. انا معكم اليوم من هواي. عندنا المؤتمر تبع سناب دراجون عم بيفرجونا الحاسوب الجديد اللي حيجي معهم، اللي حيقدر يكون بالتليفونات الفلاج شيب بسنه 2022. عم بتحدث انا على سناب دراجون 8 جن 1. حنقدر نشوف كل قوته وكل مميزات الحلوه اللي جاي جديده عليه، وخاصه اي نوع تليفونات حتجي معنا حنقدر نتحدث شوي بهالموضوع. يلا، شكرا جزيلا على كل الناس اللي عملوا اشتراك. انا طارق، خليني نتحدث على سناب دراجون 8 جن 1. الحاسوب اللي عم نتحدث فيه هون هو سناب دراجون 8 جن 1. هيكون عندنا 4 نانوميتر الكرايو، عليه 64 بت للسي بي يو، 3 جيجا هرتز على سرعته، على اقوى الكور تبعه، على الارم كورتكس 2 اللي نزل عنه شركه ارم قريبا. وغير هيك كمان في عندنا الادرينو جي بي يو تبعهم اللي بيقدر يساعدنا نلعب اتش دي ار جيمنج، ال 10 بت كولر ديبث عليها، الادرينو فريم موشن، و اتش دي ار كودك لل اتش دي ار 10 بلس، اتش دي ار 10 والاتش ال جي مع الدولبي فيجن كمان على التليفونات اللي حيكون في قلبها الحاسوب. الكاميرات الموجوده هون الحلاوه فيها انه نزل الكوالكوم سبكترا ايمج سنسور الاي اس بي تبعه جديد، جددوه انه صار يقدر يستعمل 18 بت اي اس بي بدل ما يكون 14 من السنه الماضيه، معناتها حنقدر نكون عندنا هون تقريبا 4000 زياده كميه معلومات تقدر تجي بهالاي اس بي. والحلاوه فيها انه بنقدر نستعملها على ثلاث كاميرات، يا اما بنستعملها على ثلاث كاميرات على 36 ميجا بكسل كل وحده، فينا نعمل وحدة على 64 والثانية على 36، فينا نعمل وحدة على 108، أما كمان فينا ناخد 200 ميجا بيكسل صور بالكاميرات الموجودة كمان هون على هالتليفونات. 8K HDR للفيديو ب 30 فريمز بير سكند، 4K لل 120 كمان بنقدر نسجل عليه بهالحاسوب. لو نتحدث كمان على الإيمج سنسور الموجود هون بنقدر يمشي شغلات حلوة كتير، 4 مرات أسرع من الموجود كان قبل، رح يكون عندنا قوات زيادة بال 7 جن كوالكوم AI engine الموجود هون، واللي بيساعدنا نقدر نستعمل هالمميزات الحلوة تاعت الصوت وكل الشغلات اللي بنشوف فيها على التليفونات، خاصة عم نستعمل نحن اللي بدها تعمل الـ AI كورس حتى نقدر نعمل نويز ريموفل، نوقف الصوت، نعمل عدة شغلات. عندهم عدة دموات كانوا عم يفرجونا عليها. الشاشات اللي نقدر نستعملها مع الحاسوب الجديد حتكون كمان حلوة كتير، الـ 4K لل 60 فريمز بير سكند والـ QHD لل 144 بدل الـ 120 اللي شايفينها لهلا. عم نحكي نحن على 2K الـ QHD اللي عم نشوفه على التليفونات الأوبو، التليفونات الون بلس وحتى السامسونج على الـ S21 ألترا. حيكون عندنا كمان نقدر نستعمل 16 جيجا بايت للرام LPDDR5 بقوة 3200 ميجا هرتز، هالشغلات حتكون كتير ميحة. عندنا الواي فاي 6E كمان موجودين، والبلوتوث ألي حتى نقدر يعطونا الصوت، ونستعمل كتير بطارية على البلوتوث ألي حتكون كتير حلوة. فرجونا عدة شغلات كمان نقدر نعملها. لما نتحدث كمان على قوة التشريج عليه لهالتليفون نقدر نستعمل الكوالكوم تشارج كويك تشارج 5 اللي كنا شفناها من قبل. الشغلات التانية كمان حيكون الـ X65 مودم تبع الـ 5G اللي شفناها كمان، قوتها اللي نقدر نستعملها على كل البلاد مع كل الـ 5G مثل ما شفناها السنة الماضية مع سناب دراجون 888. الـ Elite Gaming كمان حتكون كتير منيحة، حتشتغل معنا على التليفون، تكون أقوى من مثل ما شفناها من قبل مع الـ Qualcomm Adreno GPU، 30% أقوى على الـ Graphic Rendering و 25% زيادة قوة الـ Power Efficiency، معناته بتستعمل قوة أقل. وإن شاء الله هذه معقولة تساعدنا لأنه نزل الحرارة كمان عليها هالتليفونات، مثل ما كنا نعرف التليفونات 888 عندهم مشكلة صغيرة بسبب الحرارة، هذه إن شاء الله بتزبط لنا إياها كتير منيحة. الاوديو مثل ما خبركم من قبل سناب دراجون ساوند حيكون على كل التليفونات اللي حتستعمل سناب دراجون 8 جن 1. الحلاوه فيها هيدي انه حنقدر نستعملها ليعملوا الاي اي بروسيسنج ليقدر يقيموا الصوت من ورانا، مثلا مثل ما عم تسمع علي هلا في ضجه حوالي، انا واقف برا جنب البركه، عشان هيك بنقدر نستعمل هالشغلات لنقدر نقيم هالصوت والصوت بركز علي انا بس. الشغلات الثانيه كمان اللي بيقدر يستعملوها يعملوا الابتكس لوسلس اوديو، معناته قوه الموسيقى اللي بتجي بتكون كل الكواليتي تاعيتها مزبوطه، بدل ما يمحوا شغلات لما نستعمل الاس بي سي ولا الاي اي سي على التليفونات تاعيتنا، هذه حتكون كتير كتير منيحه وحلوه. سكيور بروسيسنج حيكون كتير منيحه كمان للسكيورتي لما نكون عم نستعمل تليفوناتنا مع سناب دراجون 8 جن 1 حتكون كتير منيحه. بس اهم شيء بدي اتحدث معكم عن النيم، الشغلات اللي هنا خبروها الشركات اللي حيشتغلوا معهم عليها. على الاقل هلا خبرونا على الاقل بنعرف انه عندنا بلاك شارك، عندنا الاونر، عندنا الاي كيو، الموتورولا، النوبيا، الون بلس هيجي معهم كمان، الاوبو، الريلمي، الريدمي مثل ما بنعرف عاده، الشارب، السوني، الفيفو، والشاومي، وخاصه زي تي اي والسامسونج. هدول هن الشركات اللي نحن نستخبر نشوف فيهم كيف حيستعملوا الحاسوب الجديد من شركه كوالكوم. لازم نعرف انه كل المعلومات اللي كوالكوم بتعلن عنا اليوم ما دائما كلها بتجي على كل هالشركات، لانه كل شركه بتقدر تخصص هالخبره تاعيتهم ويزبطوا لنا الكاميرا هيدا لتجي مثل ما هن بدهم اياها على تليفوناتهم. فانا امنيتي انا انه كل هالشركات تنزل كل المميزات الحلوه على التليفونات الجديده. هلا تحدثنا على كثير شغلات، شفنا كثير مميزات جديده بالحاسوب الجديد سناب دراجون 8 جن 1.
بس الشغله الاساسيه اللي لازم نعرفها انه كل هالشغلات اللي حكينا عنها حتيجي على شركه من شركه كوالكوم اساسيا. هذا المميزات كلها بتكون على احسن مميزات تجي من شركه كوالكوم. هلا شركات ون بلس، اوبو، كل هالشركات لما بتنزل هالحاسوب على تليفونهم فيهم يغيروا عده شغلات، فامنيتي انا انه ما يغيروا كثير وبنشوف كل هالمميزات الحلوه. عجبني كثير انه كوالكوم عم تركز كثير على الصوت، السناب دراجون ساوند، اللاسلس اوديو، البلوتوث الي، هالشغلات اللي نحن بنحب نستعمل تليفوناتنا، وكل تليفوناتنا بطل عندهم الهيدفون جاك موجود فيها، هذه شغله كثير منيحه. قوة الحاسوب جديد على الفوق على 4 نانومتر حتكون في فرق شوي كبير، بس على القليل بدي اشوف انا انه ان شاء الله انه القوه تاعته والحراره تاعته بتكون اقل من 888 اللي كنا شفناها السنه الماضيه، معناته بنقدر نستمتع على التليفون اكثر، بتضاين البطاريه اكثر وما بيحمى بين ايدينا. سو هيدا اول نهار بعدنا بالسمت هون بهواي، ان شاء الله تكون عجبكم هالفيديو، اعملوا لايك وسبسكرايب وان شاء الله بشوفكم بالفيديو الجديد قديم. هيدا اول نهار هون بالتك سمت موجودين بهواي، ان شاء الله يكون عجبكم هالفيديو، شوفكم إن شاء الله بالفيديو الجديد. يلا مع السلامة.